أنت تلاحظ أنه عندما خرج الآن من المبنى الذي حاضر فيه على بعض الإماعات اللي كانوا موجودين في ذاك البناء، كلهم خرجوا، الله، سوريا، بشار وبس، وهم يقرنون بشار برب العالمين ويصفقون أبو حافظ. هؤلاء الناس لا علاقة لهم في الشارع، فإن كان يريد أن يجد جوابا لما تقدم به من إصلاحات ومن كلام فارغ في جامعة دمشق فسيجد ذاك الجواب في الشارع. وبعد هنيهات قليلة ستنطلق الناس إلى شوارع المدن والقرى لكي تعبر عن رفضها لكل ما جاء من تخاريف لا تنسجم مع واقع الناس ومعاشهم ومطالبهم. لم يكن أحد أخي في الشارع السوري ينتظر مثل هذه الخطابات الفارغة من الرئيس. الرئيس الأسد كان يجب عليه أن يكون على مستوى جراحات الأمة كما فعل السيد أردوغان عندما حمل طفلة فقدت والديها وقال هذه الآن في عهدتي، رفعها إليه وقبلها. كان الأفضل أن يكون بشار الأسد في ذاك الموقف. بشار الأسد يدعي أنه طبيب، كان الأفضل له بدل أن يقتل الناس ويذبحهم ويريق دماءهم أن يحمل ضمادات ويضمد جراحات الأمة حتى تلتف الناس من حوله، ولكن الأمر بعيد عنه، هو لا يستطيع فعل ذلك، لأنه هناك من يقول أن الطبيعة سبقت التطبع وغلبت عليه، فطبيعة هذا النظام هي طبيعة قمعية سحلية تسحل الناس. ولكن هو يفند دائما هذه الأقاويل ويتهم جهات تخريبية ومؤامرات خارجية في سوريا، تحدث عن دخول سيارات وأسلحة وأجهزة اتصالات متطورة إلى سوريا. نعم، هو صادق في هذا الكلام. دخلت إلى سوريا أسلحة متطورة أخي، وأسلحة ثقيلة، ودخل أيضا سفن حربية إيرانية رست في مطار في ميناء اللاذقية، وتركيا أوقفت طائرتين كانت متجهتين إلى حلب تحمل من الأسلحة ومن معدات القمع ما يكفي، أوقفتها وفرغتها من حمولتها ورجعت. إنما كل هذه الأمور، حتى أفراد حزب الله وأفراد الحرس الثوري الإيراني دخلوا، ولكن كيف دخلوا؟ دخلوا تحت وصاية هذا النظام، وهم النظام الذي سهل هل لديكم ما يدعم هذه التكهنات أو هذه الادعاءات؟ نعم يا سيدي، هناك ذكرت عدة وكالات أنباء أن هناك معسكرين للحرس الثوري الإيراني، واحد عند السيدة زينب والآخر قرب كلية الزراعة في دمشق، ومن هذين المعسكرين تنطلق رجالات تساعد في قمع الجماهير في كل المدن السورية أخي. حتى أن هناك الكثير من أعضاء حزب الله وأعضاء الحرس الثوري الإيراني قد اعتقلوا، وهم لا يتكلمون، الإيرانيين لا يتكلمون اللغة العربية وإن كانوا يتكلمون بشكل مكسر، وما زالوا بعضهم معتقلين وبعضهم خلصتهم الشبيحة من أيدي الثوار، إلا أن الثوار يؤكدون أنهم ما زالوا يحتفظون بهوياتهم. يعني الخلاصة، لم تجد أي جديد في هذا الخطاب؟ هذا الخطاب يجعلني أرجع إلى الخطوة إلى الوراء، لأقف بعيدا عن هذا الخطاب وعن الذي يقدم الخطاب، لأقول لأردوغان: بوريكتا يا أردوغان، مواقف تركيا مشرفة، نحن بحاجة إلى رجال يتصرفون كإنسانيين، لسنا بحاجة إلى الجزارين يذبحوننا في الطرقات وفي المظاهرات، وبعد أن يذبح الإنسان يفتح بطنه وتسحب منه الأعضاء النبيلة لكي تباع في سوق النخاسة يا سيد جلال. نعم دكتور، شكرا لك دكتور فهمي خير الله، رئيس ائتلاف سوريا أولا نيويورك، شكرا لك. نبقى